والله زين السؤال ده عشان بعلق عرض السعيان عجل يلا عجل نحاول نعجل خالد لا تروح ان شاء الله يكون عند حسن سرعه سرعه انت بعده ترى مداخله بسيطه الى احد اعضاء قرب دقيقه ولو قتل الوالد قرب اللي مستعجل احنا هنا لين يطردون خلاص ان شاء الله بسيطه الى احد اعضاء اللجنه بدون ذكر سامي والله ايه الى الى احد اعضاء اللجنه بدون ذكر سامي اقول يا صاحبي قبل تقول وقبل اقول صح الله لسانك وصح الله بدنك وقدام افكر في الخروج وفي الدخول والله ما جنب هالثلاث ابيات عنك الله واللي بقوله يا عسى عمرك يطول ويا ليتهم شافوا وش اللي شفت منك سبحانه اللي واضع فيك القبول اللي بعقلك بين خلق الله وزنك وفي المرجله ما تقبل انصاف الحلول لو يطلع اليورو على متن الفرنك حنا نعرف الامر لا جاكم حلول والمجدارك والسعوديه وطنك ومسيلمه كذاب ومحمد رسول لك يا شيخ الزمن هذا زمنك الله ودايم ودايم تقول اللقب وقت يزول هو مستحيل يزول دام الفعل منك من الوكادة تقول ولا ما تقول عز الله انك شيخ خلال علمك الله اما على المشاركه هي من ابياتي والحان محمد عبده مسي عليه بالخير الله ميانا صح عدم التدخل اجبر دقيقه طيب لجنة معي عبدالله يعني يقول يا قلبي قبل لا حبك واه مير المحبة ليالت قلبي الصافية يوم يضحكوني والله غلط أعيد أعيد تفضل طيب سعود مألة وريك وريك سعود مألة المصارير احنا هذا احنا محمد عبدوس نعم